بدرمانه طيب بشو عم تفكري خالتي؟ عم فكر بسليمان يا بنتي. بالأول قالوا لنا مات، وبعدين خبروني ناس إنه صار بالحبس. وشو بدنا فيه أمي؟ ليش عم تفكري فيه؟ صار له سنين لا سأل عنا ولا حاول يشوفنا، لهيك بلا ما نعرف عنه أي شيء. وبترجاكي ما عاد تجيبي سيرته قدامي. شو هالحكي يا بنتي؟ ما بيصير، بجوز مو قدران يشوفنا. حرام نظلمه من دون ما نعرف شي. خالة سناء معها حق، لا تحكمي عليه من غير ما تعرفي شو وضعه. وصانا انه نطلع من الضيعة. ليش ليحكي هيك شي؟ اكيد في عنده سبب. لك يضرب هو واسبابه. نيرمين بتحكي عنه بأدب، هاد بيضل أبوكي. والله أنا ما بقدر أعتبره أبي بعد ما تركنا كل هالفترة. بالنسبة لإلي هو ميت وما بدي أعرف عنه شيء أبداً. أنا رايحة ألم شوية حطب مشان النار. خديني معك خالي. بدنا نجي معك خالي. لا تروحي، أنا والولاد منروح. معلش بنتي أنا بروح، منو بتمشى شوي، مليت من القعدة، بدي أتحرك شوي. لوين رايحة سناء؟ رايحين نلم شوية حطب قبل ما تنطفى النار. طيب انتبهوا وما تبعدوا كتير. نيرمين انت عم تزعلي امك، حاولي تسايريها شوي حتى ما تزعلوا من بعض. عمي حميد شو بدنا نعمل فيها؟ بدنا نسلمها للشرطة. عمي شو رأيك تعطوني اياها وانا بسلمها للشرطة؟ مو هلا عبدو، بدنا نستنى طارق وبعدين منسلمها. ايه مثل ما بتكون. ايه لا تفرحوا كتير، زيدان والشباب مستحيل يتركوني هيك. تضربي منك إلون. اتركها إلي. عم لك اتركها. هذا هي إلي. لا تروحوا لبعيد يا أولاد. وقف علي. شو عم تساوي هون انت ويا اولاد؟ مسكوه اللي شوف، يلا بسرعة. يلا مسكوه، تحركوا. اتركونا اولا. تحركوا اولاد. هذا ابنه لحميد. يلا تعالوا هون. ولك هذا ابنه. ما سوي لكم شيء. حاجة تحكي اولاد. بعد خلاص بقى. خلص اولاد. اتركني. لك والله ما سوينا لكم شيء. ما بدي اخرس. يلا امشي امشي. اترك ايدي. بعد حركوا. عم تشيل ايدي. يلا تحرك تحرك حاجتك. بعد يلا بعد. وينهم اهلك انت؟ ها يا ربي. عم لك اتركني. شو بدي اعمل هلا؟ جيب ايدك. ما حدا يتحرك من مكانه. بسرعة بسرعة يا شباب، حاوطوا المكان، حاصرون. يلا بابا علي. لا حدا يتحرك. عمر عمر عليك الولاد ولا بنقتل الولاد؟ حدا يتحرك. يلا نزلوا سلاحكم. هلا كنت عملكم مستحيل يتركوني. خلوا يرمي سلاحه. لا عم لك تركني. بسرعة تركني بابا. إذا حدا منكم يتحرك رح نقوس الولاد ونقوسكم معهم. ارموا سلاحكم. لا تتركني. طيب سحر الكل ينزل سلاحه. بابا علي بابا تعالوا هون. تعالوا
يلا يلا يا سارة حركته هلا. ابدي هلا يلا بسرعة. صفوهم كله يعطون على الحيط. بابا خلص ابدي خلص. لا تخاف لا تخاف ديالا. بابا لا تتركني. يلا لشوف تركني يا سافل. لا اتركوا اولاد. نرمي خليكي ورا. بعد عن امي. لك عم لا اتركوا على الحيط. بعد تعالي ديالا. يلا خليكم بحالنا. اذا خايفة عليهم روحي صفي معهم. ايه طالعة اختي. بعد اولاد لهون. رجعوا لورا بابا. رجعوا لورا رجعوا. لا كبدي رجعوا لورا. جهزوا حالكم. ديالا اختي اتركوا بابا. كيف بدي ساعدهم لحالي؟ تخيلك ساعدنا. انا لازم اروح اخبر طارق. ايمان بابا لا تخافوا. خلص عمر لا تخاف. اخي علي خلص. وقفوا وقفوا. ديالا وقف انت وياه. وقفوا عمل لك وقف. بابا ايمان ما رح نقتل حدا. ليش بقى؟ شو صار لك فجأة؟ إذا قتلناهن هون ما رح نستفيد شي. وشو بتقصد؟ رح نقتلهن قدام أهل الضيعة. هيك أحسن عشان الناس تخاف وما حدا يوقف بوجنا. معك حق هيك أحسن. لازم روح وخبر طارق. لازم خبره قبل ما يوصلوا على الضيعة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام. ألو الدكتور طارق اجى لعنا مشان يطلب مساعدتنا. بس الخاين بلش يدافع عن الحكومة وتصرفاتها قدام كل الرجال. ولما ما اقتنع بيلي عم قوله أمرت حدا من الرجال مشان يقتله. لك أنت مين مفكر حالك لتتصرف من عندك بهالطريقة؟ إن لك